يعني ارحب بواحد من رجاله النادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. كابتن رؤوف تحيات الكابتن هيثم سعيد، كابتن احمد زكريا، كابتن ممدوح اسماعيل، مليون مبروك. موسم صعب في ظل كورونا، في ظل ظروف كتير، لكن دايما بيبقى رهاننا على شخصيه النادي الاهلي وعلى ابناء النادي الاهلي. في البدايه طبعا ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، وخاصه للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب شاهد المباراه في دبي على الهواء، وبمجرد انت اخر نقطه كلمني وعلى طول وصلته بكابتن فريق والكابتن محمد مصلحي، نقل تهنئته لجميع افراد الفريق. بقول الفريق ده فريق الذهب، فريق ده الماسترز زي ما بيسلموه بيسموه. بقول انه صعب جدا انك انت تطلع للقمه، لكن عشان تحافظ على القمه ده شيء صعب. وهذا الفريق هذا الموسم واللي قبله واللي قبله واللي قبله الحمد لله سيطره على الاجواء الكره الطايره في مصر وعربي وافريقي. نقطه جميله وبيضه على صدر النادي الاهلي هذا الفريق. واهم حاجه ان احنا خلصنا النهارده، في عندنا كاس مصر على طول هيبتدي في خلال 3 4 ايام، لان كما تعودنا دائما نحن لا نشبع بطولات. الف مبروك جماهير النادي الاهلي، وبقول باذن الله كاس مصر عشان يحققوا الثنائيه السنه دي باذن الله. كابتن رؤوف، الكابتن الخطيب ليه كلمه وهي يعني المقياس بتاعنا دايما، بيقول لك الفرحه في النادي الاهلي ما بتاخدش وقت كتير، لاننا دايما بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده بطوله جديده وتحدي جديد. اعتقد دي نقطه مهمه حضرتك اثرتها، لكن النهارده الثقه اللي كانت عند حضرتك واعضاء مجلس الاداره الموجودين في اللاعبين، ما فيش يعني في وقت من الاوقات حسيت بخوف من المباراه، لكن عندنا ثقه، عندنا اللعيبه النهارده على قدر المسؤوليه. يعني الحقيقه زي ما انت قلت، يعني تملي المقوله اللي احنا بنتورثها جيل عن جيل. البطولة اللي احنا بنحرسها عبارة عن كاس بيتشال في الدولاب، ويجب ان احنا ننتبه بسرعة لما هو قادم. عشان كده انا بقول ان احنا اهم حاجة نبتدي نستعيد الكاس مصر اللي هو في خلال هذا الاسبوع. واللي انا عايز اقوله ان كلنا وتعودنا داخل النادي الاهلي الفرحة بتاخد وقتها، ولكن تملي التأهب هو ده العنوان بتاعنا علشان نحافظ على كم البطولات اللي هي تملي بنحرزها. كابتن رؤوف، وبالتوفيق دايما وفي مزيد من الانتصارات لفرق النادي الاهلي. شكرا والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وقبليه طبعا لقاء عبد الله عبد السلام. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام.